التواصل المستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام على بركة الله. تعلن انطلاقة الشوط 13 وهو شوط خاص بالأبكار اللقاية، ومسافتنا المعتادة والمقررة هي 4 كيلومترات. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مع أول المراكز، أتابع المركز الأول مشاهدينا الكرام اللي تحمل رقم 55 غير مدون عندنا في الكشف، لكن نتعرف عليه في بعد لحظات. المركز الثاني نقل مباشرة إلى ثاني مراكز، هنا الذيبة لمحمد بن بريك بن محمد المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر أرى وأتابع الانطلاقة من أسياد لجر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري مع أسياد من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر أتابع الانطلاقة مشاهدين الكرام هنا في هذا التحدي الكبير، هنا اللي تحمل رقم 23 هنا الانطلاق والتحدي، موازنة من تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. خالد بن محمد بن خالد العطية من يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وتابع هنا الانطلاقة والتحدي في هذا الشوط. جبارة لمحمد بن حمد بن عتيق البريد المري مع جبارة على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الصدارة مع الانطلاق الأول مع التحدي الأول. هنا اللي تحمل رقم 55 المجهولة على الصدارة من تنطلق في هذا الشوط وفي هذا التحدي بهذا الشعار الأبيض. المركز الثاني أتابع موازنة من تحتل المركز الثاني لخالد بن محمد بن عبد الله العطية، أيضا يتواجد مع موازنة من تحتل ثاني المراكز. المركز الثالث أسياد لإيجار الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري مع أسياد على ثالث المراكز. المركز الرابع وتابع هنا الانطلاقة من الذيبة ومحمد بن بريك المري وزميلنا العزيز هنا يتواصل مع الذيبة، وخلك ذيب يا بن بريك مع الذيبة اللي على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع مشاهدين الكرام شعار البريدي، أيضا شعار عتيق محمد بن حمد بن عتيق البريد المري يتواجد مع جبارة على خامس المراكز. إذا متابعين الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مع مزنة من تسيطر على الصدارة، مزنة من تنطلق في هذا الشوط. عويضة بن خميس بن عويضة المريخي أيضا يتواجد مع مزنة على المركز الأول منذ الانطلاق وهي على الصدارة، مع مزنة اللي على المركز الأول. المركز الثاني أتابع الانطلاقة مشاهدين الكرام، يا سلام شعار العطية يتواجد على ثاني مراكز مع موازنة لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام شعارات وأسماء خطيرة هنا القدوم والتحدي في هذا الشوط. شعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي ضيف من المملكة العربية السعودية، أبناء ميدان العرفة يطالبونك بالسلام يا شعار، أيضا شعار مميز مع أثار من تنطلق في ثالث المراكز. المركز الرابع يا سلام أسياد لجر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري. إذا المتابعين الكرام نعود مباشرة مع الصدارة مع مزنة ومزنة الخير مع 1200 يا المريخي على الصدارة 1200، ولكن أثار شعار السرعة هنا ينطلق شعار الشيخ شعار عاطف بن عطية القرشي من ينطلق في أول المراكز مع أثار وانطلاق مميز. هذا الشعار أيضا يتواجد مع المركز الأول. المركز الثالث من الجانب الآخر هنا شعار العطية من يحتل المركز الثالث، خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع موازنة من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع شعار أبناء السلطنة القادمين في المركز الرابع في هذه اللحظات مع الشاهنية حمود بن سالم بن رغش الوهيبي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع المركز الأول مع أثار من تنطلق بهذا الشوط وتنطلق بهذا التحدي الكبير مع أجواء الكيلو المتر الأخير. يا سلام، وأيضا السلامات تتجه
إلى ميدان العرفة، ميدان الطائف في المملكة العربية السعودية، مع هذا الشعار المميز، عاطف بن عطية بن حسين بن حسن القرشي، مع ذار من تنطلق مع ال 500 متر الأخيرة، مع الانطلاق المميز، مع التحدي المميز والتواجد أيضا وهذا الحضور الكبير، شعار أيضا عاطف بن عطية القرشي مع ذار، أثار الفوز وأثار الناموس تنطلق في هذه اللحظات أيضا تباعد ما بينها وما بين المشاركين. يا سلام يا سلام، مع ال 200 متر الأخيرة تنطلق أثار، تنطلق بأمال المملكة العربية السعودية مع عاطف بن عطية بن حسن القرشي. يا سلام يا سلام يا أثار، أثار على الصدارة، أثار مع الناموس، مع الفوز، مع تسجيل نقطة مميزة هنا في ميدان الشحانية مع شعار عاطف بن عطية القرشي على الصدارة. تهانينا وألف مبروك لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا لمالك أثار عاطف بن عطية بن حسن القرشي على فوز أثار بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من بواسل لعلي بن حمد بن جابر الغفران المري، المركز الثالث كان الوصول من شبا لعلي بن عبد الله بن علي الفهيد المري، بينما المركز الرابع بلشة لعبد المحسن بن هادي بن محسن بن ديله المري، المركز الخامس هلا لسعد بن عنزاب خاتم النعيمي. إذا متابعينا الكرام، تهانينا وناموس لمالك أثار عاطف بن عطية بن حسن القرشي على فوز أثار بالمركز الأول وتسجيل نقطة مميزة هنا في هذا الميدان، والتوقيت الزمني 6:19، 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول شبا، وتوقيت شبا 6:24، 7 أجزاء من الثانية لعلي بن عبد الله بن علي الفهيد المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام كان الوصول المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام بواسل لعلي بن حمد بن جابر الغفران المري، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من شبا لعلي بن عبد الله بن علي الفهيد المري، وتوقيت الزمن 6:24، 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.